امرأة في عصرنا الحديث تقول لزوجها أريد أن أختبر ابني، إيش بده يطلع؟ دكتور، مناضل، فاسد؟ فقال الرجل لزوجته نريد أن نضع اختبار، نحط كتاب قرآن وعلى القرنة الثانية $100 وعلى الزاوية الثالثة زجاجة خمر لنختبر ماذا يريد ابننا. قالت الزوجة لزوجها بما تفسر؟ قال إذا أخذ القرآن عالم، وإذا أخذ النقود تاجر، وإذا أخذ الخمر فاسق. فدخل الولد الغرفة والأب والأم يراقبون، فأخذ المصحف وضع في جيبه النقود ثم احتسى الخمر. فقالت الزوجة لزوجها بما تفسر هذا؟ قال سيكون زعيما عربيا.